السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعين جادة الحل 24 كما كتشوفوا حنايا في النبيقات بحكمة سليمان. عاش الملك، عاش سيدنا، عاش سيدنا. خلي يكمل زيد واحد حدا لك الحبيب. بغينا السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بغينا نسولك هذا الركوب ديال الخيل هذا فوقاش انتم بداش عندكم هذا الاثر؟ عندنا من جد لجد وهادشي مولوع به العاود يعني اكثر من ولدنا. عندنا الخيل الله يحفظنا من الوباء. الانواع ديال الخيول اللي عندكم هنا شنو هما؟ عندنا البرقيو وعندنا المحروق وعندنا الدهم وعندنا النحاسي وعندنا الشخم وعندنا القمري. بالنسبه للوالدين ديالكم يعني كيف علموكم هاد يعني هاد كما كنقولوا هاد الهوايه ديال ركوب الخيل؟ واش نتوما في داركم كيفاش كتعلموا الابناء ديالكم؟ كنعلموا من الصغر ديالنا. انا ركبت انا 16 عام وانا دابا في عمري 66 عام مولوعا بهاد الخيل. هادشي مولود ابان عن جد. مولود مولود ناد جد. شكرا لك، شكرا لك، الله يحفظك. كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، على المباشر كما كتشوفوا هنايا كما كتشوفوا عنصر نسوي حاضر. السلام عليكم. شناك راكب هذا الخيل هذا؟ واش عندك شي تجربه في هذا الركوب الخيل؟ كاينه تجربه. فوقاش بديتي انت؟ شكون اللي علمك وكيفاش جاتك الفكره انك؟ الاب ديالي ملي كانت عندي 17 عام. عندك 17 عام؟ كنشوفوا ان العنصر النسوي قليل اللي كيزاول الهوايه هذه ديال ركوب الخيل. قليل بزاف. وانت كيفاش البنت كيفاش كيشوفوك الناس؟ كيفاش كي يعني واش كيجيهم عادي؟ واش كتجيهم بنت انهم يعني راكب الخيل؟ ما كتجيهمش عادي، كل واحد كل واحد كيفاش كيشوف وجهه النظر ديالو. شنو تبغي تقول للمتابعين اللي كيتابعونا؟ كتشمي انت كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام اجواء. غادي نوريكم انواع ديال الخيول اللي كاينه هنايا. السلام عليكم. متابعينا الكرام اليوم غادي تشوفوا بث مباشر اللي هو مغاير. غادي تشوفوا الاجواء ديال التدريبات هنايا تقريبا شبه موسم. الناس هنا مجموعين يعني كيتلاقاو الناس ديال كل دوار والسر كيجيو كاع السربات هنايا. وغادي نوريكم الانواع ديال الخيل. شوف تبارك الله هذا الخيل هذا اللي فرحان. كما كتشوفوا متابعي الكرام مرحبا متابعي الكرام كنشوفوا كيفاش كيلجم العود.